السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في درس جديد يتعلق بأشرف الفروات ألا وهو درس شيما دو بويسونس كما كتبنا هنايا. أنا وعدتكم بشيما دو بويسونس وشيما دو كوموند. الدرس اللي فات كنا هضرنا على شيما فريغوريفيك، اليوم ان شاء الله غادي نهضروا على شيما دو بويسونس، حيت لي شيما كيمشيو متسلسين مع بعضياتهم، شيما فريغوريفيك، شيما دو بويسونس، شيما دو كوموند. اذا على بركة الله، على بركة الله، هذا الفاز الأولاني، هذا الفاز الثاني، هذا الفاز الثالث، توافز. إذن إخواني الكرام، التوافز كتعني بأن هاد الموتور خدام 380 فولت، يعني كيخدم 380 فولت، 380 فولت يعني كوبلاج إطوال، كوبلاج إطوال. وكاين ديال 220 فولت الكوبلاج ديالها تريانجل. اليوم غادي نهضرو على تريفازي 380 و220 في الدرس المقبل ان شاء الله. اذا على بركة الله، عندنا هنايا لي فيزيبل، لي فيزيبل دو بروتيكسيون، هاهما لي فيزيبل دو بروتيكسيون. الى جا شي كورون قوي كيتقطع شي واحد من هادو قبل ما يوصل لانستالاسيون، الفاز الاولاني، الفاز الثاني، الفاز الثالث، والو سيكسيونور او بيان ديجونكتور لي كونتاكت دو كونتاكتور زولي تيرميك. بالنسبة للناس اللي هما محترفين تقنيين راه عارفين هادشي هدا، وحتى المبتدئين ولما لا. موتور تريفازي، فاش كنقولو تريفازي يعني 380. بورن طوا بورن طوا دي فاز. اذا اخواني الكرام، هذا سيكسيونور الرمز ديالو هو كا كو. هادو لي كونتاكت دو كونتاكتور، لو كونتاكتور لي كونتاكت ديالو تخوا كونتاكت، هدا لي جولي تيرميك لي كيحميو الموتور من لا سوغشارج. إذا هادي هي الشيمة ديال الموتور، الموتور تريفازي، لا بويسونس ديالو هي هادي، لا بروتيكسيون لولانية سي لي فيزيبل، عندنا ديجونكتور، عندنا لو كونتاكتور لي كونتاكت دو كونتاكتور، عندنا هنايا لو رولي تيرميك لي كيحمي الموتور. اذا لانستالاسيون ديالنا حنا في الموتور لي كيخدم الكومبريسور، وعندنا الموتور لي كيخدم لي فونتيلاتور دو كوندنسور، وعندنا الموتور اللي كيخدم لي فونتيلو ديفابوراتور. اذا هنايا هذا ديال كومبريسور موتور كومبريسور، اذا باقي
كاينه لي فونتيلو، لي فونتيلو الفاز جوج ثلاثة. لي فونتيلو إلا كاين 220 غنعملو لهم الكوبلاج تريونجل ديال 220، إلا كانو 380 غنعملو 380 ثلاثة د لي فاز. أنا فضلت غادي نعمل 380 يعني حتى هما كونتاكت كونتاكتور. موتور دو فونتيلاتور، موتور تريفازي فونتيلاتور. هما هاد التلاتة د لي فاز جبناهم ديناهم الفونتيلاتور. هذا السيكسيونور ديالها، هذا لو جينيرال، هذا لو جينيرال كيقطع الضو وكيفتح، فتح وشد، كتفتح الضو خطرة وحدة كيبقى الضو دايز، كيبقى الضو دايز. انت كتكوموندي غي من هنا ماشي من هنا. هذا يقدر يكون كيكون مخبع، هذا كيكون حداك فوق لو كونتاكتور الرولي، يعني عاملين لي عاملين جوج. كتخدمو بيدك، فهمتي كيفاش؟ كتخدمو بيدك كيدوز لك الكورون، يعني غير كيف كتفتح لاغموار الكتريك كتخدمو بيدك ساهل. سيكسيون هو هذا، ولكن سي تي بروتيكسيون. هادو لي كونتاكت دو كونتاكتور، لو كونتاكتور اللي كيخدم الموتور من تما كيدوزو لي فاز. الى خدم الكونتاكتور يخدم الموتور، الى قطع الكونتاكتور غادي يقطع الموتور. اذا عنده واحد الدور مهم جدا جدا الكونتاكتور، وباقي غادي نعملو عليه واحد الدرس. هادو لي رولي تيرميك اللي كيحميو الموتور من لا سوغ شارج. الى كان شي كورون يعني فات القياس شي 500 فولت شي 600 فولت دايزه، راه غادي يكاليه هنايا هاد هاد الرولي تيرميك، راه عنده لي ريغلاج ريغلابل. الو الكومبريسور كملنا له الشيما ديالو، لو فونتيلاتور، الكوندونسور ما كيديش الفونتيلاتور وحده، كاين اللي كيدي أربعة، كاين اللي كيدي ثلاثة، كاين اللي كيدي جوج. حنا غنعملو له جوج، ما عندناش اتساع هنا، غنعملو له جوج. إذا ما غادي نجيبوش من هنايا الفونتيلاتور يا خرا، غنصرفوها من هنا. نفس بروتيكسيون هي اللي غادي تبروتيجي هاد الفونتيلاتور، هادو هاد البروتيكسيون اللي هنايا هي اللي غادي تبروتيجيها، ما غنعملوهاش ملي. طوا فاز هما موتور تريفازي فونتيلاتور. اذا ها الكوندونسور، ها الكوندونسور كملناه، ها الكوندونسور كملناه، جوج تفرفرات عندو دو فونتيلاتور. الكومبريسور كملناه، ها هو الشيما ديالو. باقي لنا المبخر، ما يسمى بليفابوغاتور. ليفابوغاتور هو اللي كيكون في المحل الداخل اللي كيبرد، اللي كيعطي البرودة، ديستريبيسيون دو فوا افيك لي فونتيل. كنجيبولو كنجيبولو لي فاز ديالو من هنايا، الاولاني، الثاني، الثالث، سيكسيونور. هو لي كونتاكت دو كونتاكتور دو رولي تيرميك ضروري ضروري موتو تريفازي. هاهما السيكسيونور ديالو، ديما كنغطيوه باش ما يتلفليناش مع لي كونتاكت دو كونتاكتور. كا هيا كا اف كا دو كا طوا كا طوا. هادو ديال لي كونتاكتور، هادو ديال لي فابوغاتور. اذا لي فابوغاتور حتى هو بحال الكوندونسور، كيدي اربعة، كيدي خمسة، كيدي ثلاثة، جوج ديال لي فونتيلو على حسب. اذا حنا غادي نعطيو له جوج دي فونتيلو، وحدة جوج غلطت هنا.
واحد جوج ثلاثة افونتيلو موتور تريفازي ايفابوراتور ايفابوراتور هذه هي الشيما دو بويسونس دان شومبر فرواد دو 380 بوزيتيف او بيان نيجاتيف هي هذه الشيما دو بويسونس شيما فريغوريفيك وريت لكم داك النهار ولكن باقي غنعاود لكم وهذه الشيما دو بويسونس ان شاء الله كنوعدكم بالشيما دو كوموند ضروري مادام عملت الشيما دو بويسونس غادي نعمل لكم شيما دو كوموند ما تنساوش تشاركوا معنا ضغطوا على الجرس اسفل الفيديو والى اللقاء الى الفيديو المقبل ان شاء الله.